بدون شرح تولي النار لعمل الجاج بطريقة المندي على عند أهل غزة، وإليكم الرجل الطيب أبو صالح. تفضل أبو صالح. يا أخوك اليوم عندنا أكلة غزوية نعمل باسمها المشهور المندي، نولع الحطب في برميل في الأرض. أيوه. ومنقزم الحطب عند الشباب غا هني. وبعد ما يجمر الحطب ويصير فحم في البرميل منجيب.